لان المحافظ عنده صلاحيه من 6 مليار فما دون احاله مباشره، المن راح يحيل؟ هذا الاقلاص اذا قيمته 10,000 دينار يصير ب 100,000 دينار ويحال مباشره الى الشركات الفلانيه، هذا اللي يصير هيجي. مجمعات صحيه ام المقعدين وهي حكيتها للسيد السودان مقعدين مجمع صحي في مدرسه مقعدين تواليتات يعني ب 45 مليون دينار. انا بيتي بنيته ب 45 بيت زراعي بنيته ب 40 وهم مو باسمي والحمد لله زين يعني ب 40 مليون يجي يقول لي هسه منو سوى هاي الضوابط يعني انه تروح تحيل مباشر بهالطريقه؟ هو هذا الموازنات قوانين الموازنات والتوافق السياسي على هذا الامر ومضت هذا ومنها وقيس المشاريع الوزاريه اللي هماتين تزيد عن 99 مليون نفس الحاله 99 مليار نفس الحاله صلاحيات للوزير وغير وزير ومنها من يزيد اكثر بعد هو استثناءات وقرارات مجلس الوزراء وهم يصوت عليه وهم دايو حاله والمشاريع كلها تاخذها شركات مختصه بالشأن السياسي لتسمين جهات سياسية أما للمضي بمشاريع حقيقية لا